طيب دلوقتي لا حديث يعلو فوق حديث مصر هتلعب مين. قبل ما ابتدي النهارده كان في ماتشات عايز اتكلم معاكم في الجزئيه دي. مصر هتلاعب مين؟ مين اللي صعد؟ احنا دلوقتي هنلاعب الثالث يا اما من المجموعه الثالثه او الرابعه او الخامسه او السادسه. طيب مصر هتلاعب مين؟ ايه الاحتمالات اللي المنتخبات ان مصر تلعبها؟ كل شيء وارد. كل شيء وارد ازاي يعني؟ يعني كل شيء وارد. طب مين صعد لحد دلوقتي من التوالد؟ اللي صعد لحد دلوقتي ركزوا معايا وناخدها واحده واحده عشان في الاخر نوصل لنتيجه اللي هي اكيد احنا مش هنوصل لها. ما تستغربوش من الكلام اللي انا بقوله لان كل شيء وارد. طيب غينيا صعدت. غينيا الاستوائيه اللي هي بيلعب فيها نبي كايتا صعدت باربع نقاط، دي تمام، دي اول الصاعدين لدور ال 16 من التوالت. دي بقى كينيا، دي غينيا دي في مجموعه مين؟ دي في مجموعه، في المجموعه الثانيه بعيد عنها، المجموعه الثانيه اللي فيها مدغشقر ونيجيريا وغينيا. غينيا صعدت. طيب مين الفرقه الثانيه اللي صعدت مع غينيا؟ الكونغو. كونغو كونغو لحد دلوقتي كونغو عندها اربع اهداف وعليها اربع اهداف، يبقى الكونغو هي تاني فرقه ورا غينيا صعدت لدور ال 16. طيب مين الفرقه الثالثه اللي صعدت؟ جنوب افريقيا. جنوب افريقيا صعدت؟ صعدت. طيب خلي بالكم معايا، اصبروا معايا، يبقى ثالث فرقه صعدت لدور ال 16 جنوب افريقيا. طيب اهدافها ايه؟ ليها هدف وعليها اتنين، يبقى في ماينس واحد. طيب نيجي بقى لكينيا. كينيا صعدت، ممكن احنا في بكره مجموعتين هيلعبوا، ايه اللي هيحصل في المجموعتين؟ ممكن يحصل حاجات كتير. طيب كينيا صعدت، صعدت، عليها اهداف قد ايه؟ لا عليها اهداف كتير، ماينس اربعه. يعني كينيا دلوقتي ليها ثلاثه وعليها سبعه، يبقى ماينس اربعه. طيب لحد كده الاربع فرق دول على الوضع اللي احنا فيه صاعدين. تعالوا لي بقى، يعني لو الفرق دي كده اللي صعدت، مصر هتلاعب مين؟ مصر هتلاعب كينيا. لحد دلوقتي مصر تلاعب كينيا. طيب بكره في ايه ان شاء الله باذن الله؟ بكره في ايه؟ بكره ان شاء الله غانا هتلاعب، غانا هتلاعب مين؟ غانا هتلاعب غينيا بيساو. وهنا هنقف، غانا عندها نقطتين وغينيا بيساو عندها نقطة. لو غانا اتعادلت تصعد، لو غانا اتعادلت تصعد، لو كسبت تصعد تاني على طول. طيب بنين مع الكاميرون، بنين مع الكاميرون، لو بنين اتعادلت مع الكاميرون تصعد. مكان مين بقى؟ خلاص تاخد اول واحدة على طول، كينيا. يعني كينيا دلوقتي هي اللي اي نتيجة بكرة ايجابية لبنين وغانا وانجولا وتونس، مالي خلاص صعدت، وانجولا وتونس تقوم واخد على طول من كينيا. لو خدنا من كينيا يبقى مين هنلعبها؟ جنوب افريقيا. جنوب افريقيا ماينس واحد. نفرض ان الاثنين المجموعتين بكره عملوا نتيجه ايجابيه، يبقى الاثنين يصعدوا. ساعتها هنلاعب الثالث من المجموعه الخامسه، اللي الله اعلم هيكون مين، تونس ولا انجولا. فالموضوع اللي يقول لك مصر هتلاعب مين، نقول له بكره نقول لك مصر هتلاعب مين. لكن انا قلت لكم كل الاحتمالات، معلش للإطالة، بس كانت لازم